بالليل، يمكن يبقى منها اوفر ثينكينج بعد الساعة 12 بالليل، ويمكن بتبقى خلال يومك عادي جدا. الفكرة كلها ان في اسئلة بتبقى سهلة وبسيطة وواضحة، واسئلة تانية اجاباتها بتبقى محتاجة ان احنا ندور وندعبس هنا وهناك. احنا هنا بقى قررنا ان احنا نجاوب لك على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغك وتكون بتبدا بليه. بس يتبقى سؤال واحد محيرني وبرضه بيبدا بليه، ليه لسه ما عملتلناش سبسكرايب لحد دلوقتي؟ مستنياكوا تعملوا لي لايك وشير للفيديو عشان تتابعوا كل فيديو جديد هينزل. معاكم حنين الجندي في التقديم وشريف حسين في الاعداد ومنى رجب في التصوير.